السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز ورجعت لكم بالحلقه رقم 26 او 27، اعتقد الحلقه رقم 27 من لعبه اساس كريد فالهالا. ولا تقول ما نبدا، اضغط زر لايك وسبسكرايب. والله يعطيكم العافيه على دعمكم بالحلقات الماضيه، يعني صراحه دعمكم جدا جميل وتعليقاتكم صراحه يعني قاعد تفيدني بشكل مره كبير، نصايحكم وكذا، فشكرا لكم والله من كل قلبي. اتمنى توصلوا دعمكم. خلونا نكمل باللعب الجميل جدا ذي، بسم الله. اوكي اخوان، خلونا الحين نكمل، بس خلوني اوريكم المش راح يكون عندنا. صراحه شوف، انا شفت تعليقاتكم، يعني من التعليقات اللي علقتوا لي يعني اللي قلتوا لي عليها، يعني انه عبد العزيز في سلاح مره رهيب بدك تجيبه، وانا صراحه السلاح ذا لي اكثر من حلقه، يعني احاول اجيبه، عارفين يعني لي فتره صراحه لما العب اللعبه الحالي انا احاول ان اجيب السلاح ذا. السلاح ذا مره صراحه يعني تطول لما تجيبه، يقولوا انه اقوى سلاح باللعبه، صراحه ماني متاكد. السلاح ذا شباب عشان تجيبه تحتاج اللي هو، خلونا بسوي لكم، تحتاج 11 حجر تخيلوا، عشان تجيب الحجر تجيب السلاح ذا. مره صراحه سلاح قوي، فتقريبا 8 احجار تلاقيها بكهوف، مره سهل انك تجيبها، بس لكن 3 احجار تلاقيها مع اللي هم زي اللي شفتوه ده اللي دحين بروح نواجهه، مع اللي هم دول. خلينا بسوريكم على السريع دول اللي تقريبا بالتنظيم مره جامدين صراحه. فدحين باقي لي اخر واحد، تخيل باقي لي اخر واحد صراحه، هذول اللي انا كنت اقتلهم بس يعني ما كنت اتصور، عارفين يعني مع نفسي وكذا، عشان والله جامدين مره يعني مواجهتهم، ياما حاولت اني اواجههم يعني وقاعد انهزم، حتى ترى ب 83 ما نظام اني راح اقتله ولا لا. بس لكن يا شباب، انا فتحت مهاره جديده، المهاره دي والله سهلت لي اللعبه بشكل كبير وخلت لي مواجهه هذول جدا جدا سهله، اللي هي المهاره، خليني بسوريكم اياها، اللي هي المهاره دي، شايفين يعني انا ما راح اقدر يعني زي ما تقول اسوي لهم ضرر كبير بالسلاح حقي، بس لكن قاعد يرموا عليه الرمح ورموا عليه السم، فارجع ارميه عليه، فصدقوا لي زي كذا تقريبا قاعد اقتلهم. مره مهاره رهيبه صراحه، من افضل المهارات اللي فتحتها باللعبه ذي، فراح تساعده بشكل كبير الحين لما راح نواجه ذا، وان شاء الله راح نقدر عليه. وبس خلوني اوريكم كمان، يعني انا جبت الاحجار كلها، بس خلوني اوريكم، شايفين هذه هي الاحجار، هذا عندكم حجر هنا والحجر ذا والاحجار ذي، عارفين تقريبا كلها دحين 10، باقي لي واحد وخلاص باذن الله نجيب الحجار كلها ونجيب السلاح الجامد ذا. فدحين كله باقي لي بس حجر واحد، وان شاء الله راح اجيبه. وجبناه، خليني اوريكم جبناه يا شباب، راح نروح مكان هنا، بس خليني اوريكم اياه. ايوه ذا الكف، راح نروح الكف ذا، واذا رحنا الكف ذا ان شاء الله احط لها الحجار يعني ال 11 كلها زي المكان كذا، فراح يجينا السلاح ان شاء الله، وراح نشوف يعني السلاح ذا كيف، يعني يقول انه اقوى سلاح باللعبه. بس لكن بالبدايه عندنا ذا لازم نقتله، يعني انت شفت الليفل حقه 280، تصدقوني يعني من غير ما اصور قتلت واحد الليفل حقه كان 300 وعليها، زي ما اقول لكم كله يعني بسبب اللي هو المهاره ذيك اللي لما يطلق عليه الرمح او شيء زي كذا، عارفين صار مداني يعني اردوا فيه، ما ادري بدرس اختي، خلينا نشوف. والله ما مداني زي كذا. الله الله الله. طب خلينا نرجع لورا، لا بقدر عليه ان شاء الله. طب اشرد، خليني اوريكم ايش اسوي معاهم. شوفوا دحين لما يطلق الرمح كيف، شوفوا شايفين كيف، ما تدرون هذه قديش قاعد تساعدني. يا سلام، ودي من المهاره ذي، فشفتوا كيف رمى علي الرمح ورديته فيه، مو بس الرمح كمان حتى السم لما يطلقوه عليك بدك تشيل وترجع يعني تحطه فيه، فصراحة يعني قاعد تساعدني مرة بشكل كبير. خل نديك كمان، لا يعالج نفسه. اوكي خلنا نرجع لورا، خلنا نشرد كذا. اوكي شايفين كيف، والله المهارة دي غيرت لي اللعبة بشكل كبير دي كذا. يا سلام، تقريبا نقصنا نص قوته. حلو، فزي ما اقول لكم ان شاء الله اذا قتلناه خلاص باذن الله راح نجيب اخر حجر، راح نجيب السلاح الجامد. اشرد اشرد اشرد. طبعا ما اقدر اواجه، انا لو بضربه بالسلاح حقي، اوه هذا ما قدرت اصده، لو بضربه بالسلاح حقي انا صدقوني الضرر اللي راح اسويه ما هو مره كبير، وهو لو اداني ضربه واحده تقريبا راح ينهيني، فلازم نتابعه. اوكي خذي دعسه. يا سلام، شوف هذه نقصت قديش ما شاء الله.
سلام على الضربة دي. سلام فيه. اوكي اوكي كم ضربة بس؟ والله مشكلة هو يعني مدين هين يعني ضربتين تقريبا. كم جانا شيء؟ أنا بس ما أبغى يعالج نفسه. شرد شرد شرد. والله ابن الذين ترى مرة طولت معه. اشرد. لا 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 لا. والله الضربة دي ما تدرو قديش قاعد تساعدني. اشرد. تف تف الحين جاته ضربة منه مصيبة ترى. هو مسمم نفسه كذا. نشره. انت تنتبه من السم. لازم نكون قريبين منه بعض الاحيان عارفين عشان يقوي نفسه. فيه. والله المهارة دي زي ما اقول لكم قاعد تساعدني مرة بشكل كبير. لما يعني نرسل عليه مثلا السم اللي يرمي علينا والرمح بس ما ادري ليه بعض الاحيان صراحة ما تضبط على طول. اخر اخر لا انتبه يا ساتر والله كلها فيني. Can't stop me. يا سلام دحين راح ننهي ان شاء الله. كمان واحدة. يا سلام بننهيه. حلو الحمد لله هو ذا اللي نبيه. والله طولت مع ابن الذين. خلاص هذا اخر حجر الحمد لله جبناه. هل عليه ما ابغى يموت. I once knew a man cleaned all the rats in London. He took his time. They loved him and he loved them. They lived freely. They came to see him for a scrub. Rats have a certain freedom, but they feed on shit. It's a coward's freedom. A Valhalla for the vanquished. يا سلام الحمد لله انا هنا. واخيرا الحمد لله جبت كل احجار خلوني ارميها البخيص خليه ينقلع بالسم. فالحمد لله خلاص كذا جبنا احجار كلها. صدقوني يا شباب تقريبا لي اسبوع يعني احاول اجيب الحجر ذا السلاح ذا. فكنت احاول صراحة ذول الاعداء اني اقتلهم بس مرة ما قدرت عارفين يعني مستوى كم مرة ضعيف لولا يعني المهارة ذي اللي مداني ارد عليه السهم عارفين. صدقوني كنت ابدا ما راح اقدر عليه يعني ذول مرة جمدين. فالحمد لله خلاص سوينا المهم او جبنا الحجار. فخلونا الحين نروح المكان اللي نجيب منه السلاح. فين وين حددته؟ والله مكان مرة بعيد اعتقد انه فوق هنا. اوكي يا اخوان وهذا هو الكف اللي لازم نروح له عارفين كيف. فاذا رحنا له ان شاء الله خلاص يعني راح نحط الحجار على 11 وخلاص يعني ناخذ السلاح الاسطوري ونسوي سفر سريع هنا. فصراحه زي ما اقول لكم يعني اللي هو السلاح ذا لي فتره صراحه احاول اجيبه. كان نفسي صراحه شباب انه كل هالاحجار اوريكم اياها كيف جبتها بمقطع واحد بس صدقوني مره طولت يعني وما ادري يعني ما قدرت اسويها ورا بعض. كان لازم اقوي نفسي فقلت خلاص انا مع الوقت اسويها لما يجي اخر حجر راح اصور وراح اوريكم كيف جبته. فصدقوني ثمن الاحجار اللي بالكهوف مره سهله. كل عليك تروح تاخذها تمشي سيده بس يعني كف يعني كبير كده تخش يعني بنهايه تلاقي حجر تاخذه بس هي صعبه صراحه مره اللي ضد المرتزقة دول اللي تواجههم. شفتوا كيف ذا صراحة اللي دوبهم مرة تعبت معاه وقدرنا عليه الحمد لله. فزي كذا خلاص يعني جبت الحجار ودحين خلاص كل عليه بس اروح الكف ذا. ما ادري المنطقة اللي دحين ابغى اروح صراحة ما قد رحت له قبل كذا بس خلينا نشوف هو فين. ايوه خلاص عليه هنا. ما ادري والله في درع هنا بس اكيد لا والله بعيد. فخلوني دحين اروح الكف
الحين كيف نشوف السلاح ذا؟ يعني هذا اول سلاح اسطوري ترى اجيبه باللعبه. يعني هي في اسلحه اسطوريه باللعبه بس لكن انا الى الان ما جبت اي واحد. فدحين ان شاء الله هذا جبناه راح يساعدنا بشكل كبير وراح على طول يعني ان شاء الله يا شباب. يعني بعد ما راح نجيب اللي هو السلاح ذا ان شاء الله راح نرجع اللي هي مهمات القصه وراح نكمل القسم اللي فتحناه الحلقه الماضيه. سكت بالبدايه زي ما اقول لكم خلوني بس اروح واجيب السلاح الاسطوري ذا. صراحه مره متحمس للسلاح ذا. اتوقع يعني ان شاء الله انه راح يساعدنا بشكل مره كبير. اوكي المفروض انه هذا هو المكان هنا. اعتقد مدخل من هنا صدقوني. اتوقع من هنا تدخل له. نشوف كذا ان شاء الله ما اكون غلطان. يو هو ذا الكهف. طب استكر. يو اعتقد هو ذا. وين احنا ندخل هنا؟ هو على حسب النهايه كذا نهايه الكهف ذا اعتقد راح نلاقي زي المكان كذا نحط فيه الاحجار. بعد ما نحط الاحجار راح يجينا السلاح الاسطوري. صراحه يا شباب يعني السلاح ذا جبته بفضل الله ثم فضلكم. يعني انتم بصراحه اللي نصحتوني قلتوا لعبد العزيز روح جيب السلاح ذا. يعني واحد منكم صراحه شباب رسل لي مقطع قال لعبد العزيز راح جيب السلاح ذا. المقطع ذا صراحه من صفحه والله صراحه يا شباب ان شاء الله راح احطها بالوصف. يعني روحوا ادعموه صراحه يستاهل. يعني هو صراحه اللي نصحني يعني هو اللي وراني يعني كيف تجيب السلاح. والله يعطي العافيه. فخلاص دحين كله علينا بس ان شاء الله نروح نجيبه نشوف يعني كيف السلاح ذا. بس ما ادري هي الاحجار تحطها يعني وخلاص يعني ولا في زعيم المواجه ولا كيف. ان شاء الله انه ما في زعيم يعني بس نحط الاحجار وخلاص. يا ساتر نبغى ننقز النقزه ذي. تبغى ننقز النقزه ذي. اعتقد احنا لازم نغطس اظن. لا نشوف كذا. يو على تحت. يا ساتر شو المكان ذا. والله ما ادري ما اشوف اي طريق من هنا. من هنا معقول من هنا؟ كله اي والله من هنا. يا ساتر ايش المكان ذا. اوكي الحمد لله خلاص الحمد لله طلع لفوق. هنجي نحن دحين خلونا نحط الشعلة كذا عشان نشوف. هو ذا المكان المطلوب اعتقد هو. والله صراحة شباب اللعبة ذي يعني صراحة يعني فيها اسرار يعني مرة جميلة. شو الخط ذا؟ شو اللغة ذي؟ والله ما ادري ايش تطلع. فصراحة الاسرار وعالم اللعبة يعني مليان باشياء جدا جميلة. كذا اعتقد لازم اديها نقزه الحين خلينا نشوف ايش فيه. تقريبا نفس اللغه ذيك من ايش تطلع. طيب احنا نبغى المكان ذا اللي نحط فيه الاحجار من هنا. فشايفين كيف السلاح والله عشان تجيبه يعني انا مره طولت. فمتوقع منه انه راح يكون صراحه السلاح مره قوي. كيف اعتقد ستون بيلرز هولز ات ذا بيس. الأعمدة ذي عارفين الحجار ذي نحط حجر عارفين عند كل واحد بنحط حجر بالنهايه نجيب السلاح ذا يا شباب. طيب طب خلينا نجي الحين نشوف ايش بدنا نسوي. Someone placed a seal here. How long ago I wonder.
اوكي انا ما ادري صراحه كيف احط الحجار. زي ما اقول لكم صراحه مره طولت لما جبت الحجار دي. الحمد لله خلاص جبناها. فالسلاح والله متوقع منه كثير يعني. من اللي سمعته صراحه انه يقول انه ممكن اقوى سلاح باللعبه، واعتقد انه السلاح هو من نفسه كذا على طول يعني ملفل على اخر شيء، عارفين يعني ما احتاج تقويه وكذا. ان شاء الله نجيبها كلها من ناس واحد. يا سلام بقينا الاخير، الحمد لله جبناها كلها. سيف والله مره شكله رهيب. Are you the sword the Britons call Excalibur؟ يا سلام تمشي فيك قاعد طلع بر كذا. والله مره صراحه شكله حلو. والله ابي انظر يسوي مره كبير. شوف كيف كذا منور صراحه، مره شكله حلو. خلوني ارجع لين اشوف ايش فيه. خلوني ايوه خلوني اشوف كيف شكله كذا، كم قوته. قوة فين ذا؟ اعتقد انه ذا. ايوه يا سلام. الحجر ذا والله صراحة شوف مرة باين عليه رهيب. خلنا نحط حبة السم ذي. خلاص ايوه كذا. خلنا نحط ذي. اوكي خلونا كمان نجيبه هنا. بشوف لو حطيته هنا كيف يصير الضربات اللي يسويها. كيف تقريبا زي السيف ذاك لما تحطه بالجهه الثانيه يضرب الضربه ذي. بشوف ايش فيه. والله ما ادري فين ودانا ذا. ودحين نطلع من هنا. ما ادري بدنا نسوي سفر سريع، بس ما ادري ممكن في شيء مهم هنا ولا حاجة. اوكي اعتقد المخرج بس خمس اتاكد. اوكي
أو ممكن عادل من مكان ما جينا. فخلاص نحن راح نكمل بال نكمل بالمهمات الرئيسية. نحن آخر مرة سوينا تحالف جديد، إن شاء الله راح أحاول إني أنهي بالحلقة دي أول الحلقة القادمة صراحة ماني متأكد. فخلاص خلونا نحن نشوف المهمات اللي عندنا. أيوة القسم ذا، خلينا نشوف المكان اللي أبغاه فينه. أعتقد إنه مرة بعيد. يا ساتر استر، يا لطيف لطف. مساك الحمد لله، خلاص بدنا نسوي سفر سريع. اوكي شباب المكان اللي نبغاه هنا بس، لكن خلوني نجي جهة المخزون هنا. خلوني نحط السلاح الجديد ذا. اوكي نحطه هنا. خلونا اخوان نجيب السلاح الثاني ذا نحطه هنا. خلونا نحط له حجر هنا. خلاص استخدم المهارات، اعتقد في مهارة بحاول اوصل لها. قلنا القسم ذا، اي والله دي مرة 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 رهيبة، بس لكن احاول كمان اوصل لدي اعرف نزودها. فخلونا نركز على القسم ذا. والله صراحة شكل السيفين كذا مرة مرة رهيب. يومك ستريت ديبو. This must be where the merchants' wares are being kept. طبعا لازم نفتش المستودع ذا، ومنها كمان خلينا نجرب السلاح الجديد. بس خلنا نختار اذا جات اختيار، يعني والله كنت ابغى اجيب السلاح بس خلاص. طبعا لازم ندخل جوا هنا ونفتش المكان ذا. The depot is well guarded by the Red Hand. The order has a stake in these docks. What are you doing? I know. I forgot which merchants to black from. Okay, خلنا نزعل تحت. Black cloth on their stores. Five, four. إيش فيه؟ For Odin. سلام. والله ما شاء الله ضرب مرة كبير. طيب طب لازم نشوف المكان ذا. It seems like the complaints by the merchants never reached the council. تقدر تعرف ممكن بعض الأدلة. انتبه يا ساتر هذيك انفجرت. بعض الأدلة كمان. Seized exotic wares. These are worth plenty. Something that could be on the Red Hand's agenda. Accumulating wealth. The sting of a needle. I'm on his trail. So the Darkmaster seizes cargo and resells it through merchants in the marketplace. The ones involved bear black cloths. يا سلام بلا جت فيه. راح نطلع لنا شيء ثاني نروح له. Seizes cargo and resells it through merchants in the marketplace. The ones involved bear black cloths. May be able to get their attention by showing some silver around the marketplace. Cobblegate market. I'll flash some silver to the merchants. That should get their attention. What do you mean, trouble? I don't know for sure. I will eat your eyes and make soup of your bones. خلنا نوخر خب تدام تعافي. اخذنا مفتاح صراحة، بس مفتاح ايش بالضبط صراحة ماني متأكد.
خلونا نكلم بعض التجار اللي هنا. Hear me, friend. I have a haul of silver that will sink my ship. Can you help me spend it? Keep it down, would you? You'll get yourself killed, Thornton, like that. Especially around here. What good is a market if I cannot sniff around its stalls eager to spend my gains? You want to let go of your silver? Try the narrow alleys. Now be gone! Okay, خلونا كمان ندور. أعتقد أني جبتها. ويقول لي ابحث عن الإبرة. خلينا نشوف هنا. ممكن هذا واحد يتكلم ويدلنا على المكان اللي نبغاه. We will go one by one, and if any of these peddlers gives you a heart. I hear this marketplace sees its fair share of silver pass through. I have something that may interest you. You will want to speak to Grigori. The Dark Master? Sorry. Who are you? Someone who wants to do business with Grigori. I don't know your face. And I've said too much already. Please, go. Psst. Psst. Hey! بين هذا هو اللي راح يدينا العلم. Did I hear you talking about silver? I'm looking to spend a large sum, not fork it over to some street beggar. Oi! I'm no beggar, you dolt. I'm with the big dogs. You mean the needle? You have something he wants. If you truly want to make a trade, head to the statue near the east gate. I shall. Watch yourself around here, young one. Okay, oh, me? Please, I have a bigger sword than a lot of them. فدلنا على الشخص اللي نبحث عنه. نروح له. There's nary a drop in town. Sorry. All the wine's been bought. طيب لازم نبحث عنه. اوكي. شوف بس دلنا هنا. قول بالقرب من تمثال على المخبو حقها. ممكن هنا. يعتبر هذا المكان. Stamford, rob me. What is this about garden pies? Someone stole my pie, and I, a skilled sniffer, am going to weed that pie thief out. All for a piece of pie. It is no ordinary pie. My pies top any other pies, and the blasted pie thief knows it. The smell! Oh, the smell! The thief went down this road! Come out, thief! I know you're here. I can smell my pie. The thief should not be far! I will find that scoundrel! جبت المكان ويقول لي يقع مخبى بقرب من تمثال شرق السوق. فأكيد انه هنا. هذا هو التمثال. مستكة ما في شيء. اها خلاص جبناه. هو ده المخبى. اوكي يبقى هذا المخبى حقهم. ننزل. يا ساتر. الطريق من هنا. سمعنا هناك طريق مسدود.
This place is heavily guarded. صوت البروسينا. Sound of metal. A workshop in the sewers. الباب مفتوح. What is the needle's operation? طيب والله في حراس كثير كمان. Some still in their crates. Has this all been seized as well? طيب طب لازم ننتبه. No, please, don't do this. I promise. مرة كثيرين هنا. نقطة أول واحد ذا. Help! Help! Please, don't do this. It's a misunderstanding. That's all. I'll pay. You had your chance. صرخ رح تشفي. Die! والله صراحة سلاح مرة قوي. أخذ مفتاح. أعتقد أخذته خلاص. I'm not surprised to find you creeping down here. You! You don't belong down here! We run a clean dark in Jorvik. I believe those were your words. And yet here I find you swimming in silver from all the wares you've seized. Are you the Needle, or just another of his pawns? You have it all wrong. The fabric of this world has been used up, torn. Shredded, you see. Someone must be there to stitch it back together. Someone with a firm yet steady hand. Who can thread the needle? Someone like me. You are a shit poet, but at least my question is answered. Yes, well, we all have our weaknesses. Yours appears to be the iron between us. Think your men are going to stop me? I would not undermine them so. The Red Hand are loyal to our cause, which is more than I can say for the merchants. Make it quick! Meet me in the marketplace when you are done. I thought I was gonna hear him. Hey, what? Broken seal, kid. Won't take long. Look at the first. All on an opposite side here. Look, the exit. Look, اعتقد في كمان مزيد من الحراس برا. خلاص خلوا راح المكان مطلوب على طول. اخر عن وخر. خلوا بركوا المهارة الجديدة دي. مهارة صراحة رهيبة. والله سلاح صراحة مرة. شوف كيف قاعد ينور. أكمل. لازم نلحق ذا اللي اسمه الإبرة. ويقول انه لازم تواجهه. بدنا نحطون يجينا اشياء. Come, walk with me. It is good to walk. Gregory. Good to take in the air. The sights, the sounds, the smells. Please, Gregory, I didn't think you'd mind. It was just a few coins. Shh. I understand. It's not your fault. It was mine for thinking you had anything but empty air between your ears.
With all the silver I've given you, I have nothing left to feed my children, let alone myself. Please, understand. Oh, dear God. Merchants of Jorvik, I promised you a future rife with opportunity. And what was the one thing I asked in return? Do you remember? Loyalty. Loyalty! Let this serve as a lesson, should any of you think it a good idea to threaten my operation. Best not to draw attention. I do not think he is that bad. يا ساتر قتلت الناس كلهم. Get behind! الله سلام. رح نجيب كذا. يا لطيف شفتك منور والله مره رهيب صراحه. خلو خلو نقتلها نقتل قتل الخير. خلاص خلو نقتل قتل Funny. As a child, I thought of snow as the tears of God, frozen by our sins. Weak with hunger, I stared into the sky, hoping it was me he wept for. Me he sought to save. But God did not save me. The vault did. He took me to a fine house, gave me hearty meals, a warm bed. For the first time, someone extended a hand, showed me kindness, compassion. And it was then that I made a vow. I vowed to never turn my back on he who was there for me when God was not. So you served the vault, knowing full well what he was a part of. The Order made our paths intersect. I owed them a debt, and I repaid it by saving this city from its own destruction. A life debt is a strong motivator. It took hold of this one's hugad, drove it, and never let go. Yet not with the same compassion you were shown. Too many have suffered by your hand in pursuit of this course. You're right. Perhaps I deserve this death. But I am but one cog in a large wheel. One that still turns unhindered. Not for long. Where you have gone, there will be no tears waiting for you. اوكي الحمد لله. تونا مهم بدي اسمه وقت الإبرة. قتلنا واحد من الأعضاء اللي هم التنظيم. وإن شاء الله شباب راح نكمل الحلقة القادمة. كذا صنعت حلقتنا دي. الله يعطيكم العافية المشاهدة. بإذن الله الحلقة القادمة راح نكمل بالمهمات حقت القصة. وأعتقد الحلقة القادمة إن شاء الله بصنع أوريكم الحلقة القادمة إن شاء الله يا إخوان راح نخلص القسم ذا. يعني راح أحاول إنه الحلقة القادمة كلها تكون على القسم ذا وإن شاء الله راح نخلصه. فخلاص كده وصلنا لهذه الحلقه هذه. اتمنى الحلقه تعجبك. واذا تعجبك فتضغط زر لايك وسبسكرايب. انا باذن الله اشوفكم في الحلقات القادمه. في امان الله.